مشاهدينا الأحبة، أيضا هنا نسخة رابعة من شيء آخر، وهذه المرة من معرض حس، ومن مسمى هذا المعرض فهو يدعو أكيد إلى الإحساس. معرض تفاصيله ستكون مع محمد بن سليمان الشعيلي رئيس معرض حس. فصباحات الخير لك محمد، وأهلا بك في قهوة الصباح. يا أهلا وسهلا، صباح الخير للجميع، صباح الخير للمشاهدين ومستمعينا عبر أثير إذاعة تلفزيون سلطنة عمان. نعم، وصباح الخير للجميع، صباح الإحساس الجميل. صباح الإحساس الجميل، جميلة جدا منك هذه. طبعا المشاهد الكريم ما يعرف للآن وش هو معرض حس، فخبرنا عنه مبدئيا. في البداية معرض حس أتى من نادي التصوير الضوئي بالجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع مسقط. نعم، وهو النسخة الخامسة للمعارض كمعارض سنوية. جميل جميل. ففي البداية نحن في ملتقى حس عملنا ملتقى منفصل في بداية الفصل الأول لتدريب الطلبة لمدة 3 أيام، تدريب مكثف للعمل على تصوير المشاريع الفوتوغرافية، وهي المشاريع الفوتوغرافية هي الصور المترابطة التي تتكلم من 3 إلى 10 صور. نعم، لتكون قصة أو مجموعة مشاريع اللي عناصر صور مترابطة. يا سلام. المشاريع الفوتوغرافية دائما ما تدعي للتكامل والترابط في الصور والاستمرارية، وتدعي لاستمرارية المصورين. إذن هو هذا محمد يعني نوع من أنواع التصوير، نوع اللي هو التصوير. المشروع الفوتوغرافي. الفوتوغرافي عبارة عن مجموعة صور تسرد قصة معينة. تسرد قصة معينة أو تسرد عمل معين أو تكوين معين لفكرة معينة. عشان كده سميته حس. بالضبط. يا سلام. دائما نحن كمصورين عادة ما نحاول، أو كفنانين بشكل عام عادة ما نحاول على نقل الإحساس ونقل الأحاسيس بصورتها الجميلة من خلال أعمالنا الفوتوغرافية والأعمال الفنية بشكل عام. فمن خلال معرض حس عملنا حاجة مميزة فريدة من نوعها في المعارض، وهي الأشياء المحسوسة. يا سلام. فنحن أمام كل عمل تقريبا معنا جزء محسوس مشترك لهذا العمل. نعم. ففي ليعم الترابط، لأنه نحن عادة معنا 5 حواس، ففي هذا المعرض حاولنا نركز على الحواس الخمس عشان نطلع بمعرض متكامل. جميل جدا. وين المعرض؟ موقع المعرض في متحف بيت الزبير في جاليري زهارة بالضبط. طبعا المعرض يستمر لمدة 2 أسبوع من بداية 5/5 إلى 20/5. بإمكانكم زيارة في أي وقت من الساعة 9 إلى 5 مع يوم الجمعة. ممتاز، من 9 الصباح إلى 5 المساء في متحف بيت الزبير. بيت. ومستمر إلى 20/5. هذه بعض اللوحات المعروضة في المعرض. محمد، ممكن تكلمنا عن عدد المشاركين؟ طبعا عدد المشاركين فوق 20 مشارك. مسؤول. من قدموا أكثر من 25 مشروع، تم تصفية الأعمال للوصول ل 15 مشروع ل 21 مصور. جميل. المعرض تم عرض في أكثر من 70 لوحة. ما شاء الله. تنوعت بين صور الحياة الطبيعية وصور الحياة الفطرية، وكذلك صور حياة الإنسان العماني. الله. التي تربط على التي تدعي إلى تعزيز الثقافة في عمان. الله، كل المشاركين عمانيين؟ كل المشاركين طلبة. طلبة. نحن في طلبة وخريجون نادي التصوير. جميل. نحن في نادي التصوير دائما ما نسهم في ترابط بين الطلبة والخريجين لعمل حلقة وصل. ونحن لا ننسى دوما دور الخريج في نادي طبعًا التصوير. طبعا. إن هو العنصر الأساسي، وهو عامل مشترك بين اليوم حياة الطالب في الجامعة والحياة العملية. بالضبط. فهي تخلق نوع من الترابط. هذا الترابط جدا مميز يدعو إلى استمرارية المصورين. جميل. اللي يميز نسخة حس الخامسة عن النسخ الأربع الماضية؟ يمكن أكثر ميزة تميزت فيها أنه خرج من الجامعة، خرج عن الجامعة، خرج عن إطار ساحات الجامعة. نعم. للوصول لأكبر شريحة متذوقة للفن. يا سلام. نحن ما حصرنا على طلبة الجامعة، لأنه نحن اليوم من أهم أهدافنا في نادي التصوير اللي هو الترابط المجتمعي. نحن ننقل فن للمجتمع والمجتمع الدولي كذلك. يا سلام، كل التوفيق لكم محمد، وفخورين بهذا النوع من المعارض وهذا الربط الجميل ما بين المصور الطالب والمجتمع. كل التوفيق لكم محمد بن سليمان الشعيري رئيس معرض حس، نهار سعيد لك. كل التوفيق لكم أستاذ محمد. في الختام أحب أوجه أكبر تحية لأعضاء نادي التصوير على المساهمة في إنجاح هذا المعرض، هو المعرض الخامس معرض حس. كل التحية لكم يا رب. ومستمرين في قهوة الصباح، فاصل قصير ولنا بعده عودة إلى البريم إن شاء الله. تقوم معنا.